الكود السعودي الآن راح يعني يطور من مفهوم البناء عندنا، وراح يكون بناء عصري على أسس البناء العشوائي، يجيب مقاول ويبني كيف ما صح. شاء. لا، الآن في كود سعودي أصدر حديثا ويلتزمون به المعماريين والمطورين والمهندسين. وكذا خلاص نخلص من الموضوع حق العشوائية في البناء وطريقة العشوائية، وكل واحد يبني على مزاجه أو يحط لون على مزاجه. خلاص إلى غير الراجعة، العشوائيات والكآبة يعني المرافق التي نفتقدها في كل، لا الآن الحمد لله فيه كود سعودي، في تطوير، في مراقبة، وفي منافسة شديدة على من يطور أكثر، طب صحيح، ففي مبشرات بالخير.